متابعينا مشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في لايف وبث مباشر. زي ما حضراتكم شايفين معانا حسام شقيق رامي، ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله. طبعا قصة رامي حصلت امس، انه تعرض الى القتل على يد فتاة، فهنعرف بالظبط تفاصيل القضية وتفاصيل القصة من شقيق رامي بإذن الله هنا في أبو كبير ميديا. أهلا بحضرتك والبقاء لله أول حاجة. ربنا يرحمه يا رب ويصبر. احكي لنا بقى إيه اللي حصل بالظبط. رامي شاب زي أي شاب عايش. طبيعي عادي، والناس كلها بتحبه في المنطقة كلها محترم، ولا ليه في العيبة ولا بيعمل أي حاجة تسئل أي حد. الحوار حصل من بداية الحوار حصلت من سنة، فا اسمه ده أخو شقيقي اللي قتلت أخويا، كان أخويا شغال في قهوة وكده، فكان بيجي عايز يشرب مشاريب ببلاش وكده، كان بيرخم وكده، فرامي مرة على التانية وكده قال له ما ينفعش ومش عارف ايه، راح مسكوا في بعض ومسكين في بعض، راح طلع قطر، راح عور رامي في رقبته، ورامي راح المحضر. فعدى سنة وابويا فابويا جت قبل الواقعة دي بيوم، كان عند الدكتور المخ والاعصاب، دكتور المخ والاعصاب طلب اشعة مقطعية تاني يوم عند ابويا وكده. فجي تاني يوم قبل الحادثة ده، عدى قابل صاحبه، فصاحبه وقفه، احنا وقفنا لحد فين؟ قال له فرامي مش عارف ايه، رامي قال له انا مش عايز اقف في المنطقه دي لاني مش عايز اعمل مشاكل وكده. فكلمه من هنا وكلمه من هنا، ربيت شتمت صاحب رامي، فصاحب رامي لقى بيجري كده عشان البت بتشتمه، فخلاص بقى ايه عايز يعمل اي حاجه، فرامي راح شده قال له بلاش اعمل مشاكل، بيشد لورا، كل الحاجات دي مثبته في الكاميرات، كل حاجه دي متسجله. فرامي قال له بلاش مشاكل وكده، فزي ما راح ابو البيت راح نزل، فابو البيت راح نزل، صاحب رامي راح ضرب ابو البيت بحديده، راح طلع يجري. ابو البيت فاكيد كان في مشكله من سنه مع رامي، فعارف شكله بيحسب رامي جاي مشاكل وكده، راح مسك في رامي. رامي قال له انا مش عايز مشاكل، انت راجل كبير انا مش همد ايدي عليك. راح الراجل بقى فضل يتصورج وكده ويعمل مشاكل، وهو في منطقته بقى وعايز يبان اللي هو ايه هنا ويزعق وكده. راح دخل عند محل ظبط زوايا، جاب لافيهين حديد كده وعايز يضرب رامي، لسه يضرب رامي بيهم، رامي راح مسكه من ايده وراح جابه على الارض. راحت مراته وبناته الاثنين راح دخلوا على رامي بيشدوه من شعره، راحت بنته اللي هي ايه دي راحت جابت حاجه ادا حد راحت طعنت رامي. ده كان الحوار، وكان في صاحب مع رامي وهو بيعمل الاشعه وكده، فلقى رامي ساح في دمه، لا رامي ساح في دمه، ف ربنا يرحمه يا رب ويصبره. عقبال ما وصل المستشفى كان اتوفى. تعالى كده قرب جنبنا، عرف السائل بين المريض، عرف السائل المشاهدين. شاب تحب تتعامل معاه، بس يعني خبر كان صعب على الناس كلها، اهله واخواته واصحابه كلنا، انا كلنا يعني معظمنا واحنا رايحين على المستشفى احنا بنقول لا ده هو مثلا اغمى عليه في غيبوبه مثلا من الخناق، خد خط بس توقينا قبل ما نزلنا المستشفى وكده، كانت روحه فاضت للخلق خلاص. طب رامي بقى يعني رامي كان عمره قد ايه؟ 21 سنة. 21 سنة شاب لسه مخلص دبلوم قريب. الفتاة دي اللي هو يعني اللي هي بعمرها عندها قد ايه؟ برضه في العشرينات، 22 23 في نفس السن ده، اما احنا مش متاكدين او عارفين، احنا ما نعرفوش يعني هي ازاي يجي لها جرأة تعمل كده وهي في السن، هو ده اللي ما حدش عارف. صادفة
مواقف سابقة، كل الموقف اللي تجمع رامي بالعيلة دي، ان اخوهم كان مديله ضربة من قيمة سنة في الحتة دي كده وهو في محل عمله، اتخانق معاه وكده، حصل ما بينهم مشادة كلمية أدت لشجار وكده، فالواد عوره هنا حوالي 15-16 غرزة بطول ظهره، وضربتين في الظهر وضربة في ايده، وكان معمول له محضر شروع في قتله وكده ساعتها، الكلام ده من سنة. فالموضوع يعتبر خلاص شبه اتنسى، حتى الواد ما بقاش بيدور على الموضوع، ما بقاش ما بدورش على الواد عشان خاطر اخد حقي بتاع، لا عادي خلاص لها بقى في الشغل وفي الدنيا، وابوه اللي تعبان والجلطه كل شويه تروح وتيجي والدنيا تعباه وبتاع، وهو كل شايلين الدنيا وشايلين البيت وعلاج ابوه واشعه ابوه والحاجات دي. حد من يومين كان نازل هو واحد صاحبه يسال على اشعه مقطعيه على المخ لوالده وكده،